قدامك 29 يوم وهتلاعب من اقوى فرق في افريقيا، واول مره اقولها اهو النادي الاهلي. ايوه 18 لاعب دولي هتلاعبهم. ده فين؟ في السعوديه. السعوديه وما ادراك ما السعوديه، احنا خدنا على قفانا هناك في جون امام عاشور الاوفسايد اللي قعدنا فيه. تخيل الدوري السعودي عمره ما قعد اي حاله، قعد الدقيقتين وثلاث دقائق، الحاله الوحيده قعد الدقيقتين وثلاث دقائق لغايه ما الماتش خلص، وانا عارفين الماتش كله خلص ازاي يعني. فانت كده كده مغلوب يعني، مغلوب معنوي، مغلوب فني، مغلوب كل حاجه يعني. يا عم بطل احباط بقى يا عم بطل، لا لا ممكن نكسب، احنا الزمالك يا عم. اقعد بقى ساكت بقى، اقعد ساكت والنبي خليني ساكت. احنا معانا مجلس والله العظيم، النادي الزمالك ما في ايد امينه، والله ما في ايد امينه. على اللي شفته الفتره الاخيره دي، على شفت التحركات من النادي المنافس، وشفنا بيراميدز وزد، وشفنا سيراميكا. يا جماعه هنلعب السوبر المصري، هنلعب بيراميدز والاهلي وسيراميكا، هلاقيهم ازاي؟ نادي الزمالك هلاقيهم ازاي بدون صفقات، بدون مدير فني فاشل؟ يا جماعه المدير الفني الفاشل ده بقى له 3 شهور ما قبضش يعني. المفروض اي مدير، اي مدير فني اجنبي، اي مدير فني ما بيقبضش 3 شهور، بيروح بلده لا يشتكي النادي وياخد فلوسه، او تبعت له فلوسه وما يجيش تاني يعني. ما ده عشان مدير فني مش لاقي نادي، ومفيش حد عايزه، وفكره على قده، وبيضحك على الاداره بتاعتنا زي الفل، زي ما ضحك عليها كده في ماتش الكاس، خلع وريح اللعيبه، وكلنا عارفين ريح اللعيبه ليه، مش لعيبه هيستريح، هو خاف لا يتغلب ويمشوه، فالاداره قالت لك بالمره ما تغلبش في الكاس واشيل بطوله والجمهور يزوم عليا. لا يا عم نلهيهم في موضوع زيزو، احنا نجدد زيزو، زيزو قاعد، زيزو ماشي، ونلهيهم في الموضوع دوت، والمدير الفني كمان نخبيه، معناش غيره، هو فاشل اه بس معناش غيره، هنجيب غيره. انت معاك مدير فني فاشل هتلعب بيه ازاي؟ هتكسب بيه ازاي؟ ومعاك جهاز فني فاشل. اي مدير فني اجنبي يا جماعه بتاخر له شهور ما بيرجعش تاني مصر، ده رجع عشان مش لاقي ياكل، ده بياكل عيش علينا وعلى قفانا، وخلص على الناشئين وخلص على الناس كلها بمساعده مجلس الاداره. طبعا مجلس الاداره من ساعه ما دخل النادي وبيكذب علينا، 300 مليون في الخزنه، قال لك ما فيش فلوس. طب اطلع كدبوا الراجل، انا كدبت لكم الراجل، طلعت قلت له انت كداب ما سبتش فلوس في الخزنه، طلع رد عليا قال لي خليهم يرد عليا، ولا واحد رد عليا اللي رديت عليه. يعني انا بتخانق خناقه مش بتاعتي، بتاعتكم انتوا، عشان خاطر نادي الزمالك. قال لكم انا سايب لكم 300 مليون، وقال لكم انا بعت لكم الفيزات بتاع ابو طيب وبيتكلم عربي، ما حدش رد عليه، خايفين ترد عليه ليه؟ على فكره رئيس نادي سابق، يعني المفروض ترد عليه، مش واحد شغال في الامن ولا واحد من الجمهور. ردوا عليه قولوا له لا انت كذاب وما سبتش حاجه وما بعتلناش حاجه. ده لو انتوا فعلا ناس اقوياء وخايفين على النادي، مش خايفين على مصالحكم الشخصيه. انا بقى خايف على النادي ورديت وخفتش من حد. ده الفرق بيني وبينكم يعني. في البدايه قلت لنا معاه 300 مليون، قلت لنا معاه 30 رجل اعمال، يعني 30 رجل اعمال يعني بتتكلم في 10 مليون كل واحد بره، يعني 300 مليون مع 300 مليون انت سايبهم ب 600 مليون مع الاعلانات مع ممدوح عباس خش لك في مليار، ما شفناش حاجه. انا بقى خناقتي معاك انت يا حسين يا لبيب، انت ومجلسك حاجتين والله العظيم، هم دول اللي فصلوني عنك تماما. تعبني منك وعامل نفسي عبيط وبستعبط وعمال ادافع عنك، بس دول من جوايا موتني. اعتذارك عن ماتش النادي الاهلي بدون اي سبب، انك اديت فرصه وريحت النادي الاهلي وكسبت النادي الاهلي وخسرت 3 بونت وكسرت مناخير جماهيرنا ورجعت لعبت، من لغايه دلوقتي ما اعرفش ايه السبب انك تعتذر عن ماتش النادي الاهلي، تكسبه وتوقعه، وتعلي روح المعنويه بتاع فرقتك وتوقعه وما ياخدش دوري، والنادي ما نفسه ياخد دوري ليه على حسابك انت؟ انت اديته راحه سلبيه 5 ايام و3 بونت، ولغايه وقتنا هذا انا ما اعرفش ايه السبب. الحاجة التانية اللي خلاني شايل منك وعمري ما هصفالك، عمري، عشان كده بقول لك مجلس مش بيد امينة، موضوع كهرباء. موضوع كهرباء انك تنزل المبلغ ده كله وتاخده بالمصري وقصاد في ظل الازمة اللي انت فيها، ظل الكارثة اللي انت فيها، تعمل كده ولغاية دلوقتي مش عارف تاخد فلوسك من كهرباء؟ هو نادي الزمالك كده هنا عليه هاين عليك قوي كده؟ ده احنا قوتنا في جماهيرنا، والجماهير اللي جايباك، الجماهير فصلتها تماما عن نادي الزمالك. كلنا بنتخانق مع بعض دلوقتي، ده مش طايقني وانا مش طايق وده مش طايقنا. عزلت نجوم الكوره كله ولا نجم كوره في النادي. يعني لما حد يبعت لك، يعني انا بعت لك انت شخصيا وبعت الناس تاني على لعيبه فري في الدوري الانجليزي، لعيب سنغالي كوت ديفوار، هبعت لمين؟ بس ابعت لك، وابعت لحسين السيد، وابعت لممدوح عباس، وابعت وبعد كده ابعت لسامي عبد الوهاب، ابعت لمين؟ مفيش لجنه كوره في النادي، مفيش حد يختار مدربين ويختار لعيبه، مفيش حد بينزل بالاعمار السنيه، محدش عامل خطه طويله المدى ولا قصيره المدى، مين اللي بيجيب اللعيبه؟ ما نعرفش. ما نعرفش والله، انا عارف في لعيب في الجون هو اللي خلص، مساك مش فاكر اسمه، هو اللي خلص، والجنش هيخلص.
والعين من زد تاني خلاص طلع عارفهم، هيخلصوا وهترمهم لك كده، وهترمهم وهترميهم كده في وش الناس وخلاص، ويروح يتمرن مع المدرب الفاشل اللي بدا فتره الاعداد. يعني هو اصلا لما بيبدا فتره الاعداد عشان يحافظ لعيبته هو فاشل، ما حافظش حد، فهجيب له لعيبه تانيه هو اصلا ما يعرفهمش ولا هم يعرفوه، فيبتدوا يلعبوا، فهم ولا عنده خطه ولا عنده طريقه لعب ولا حافظ حد. يا ده نادي الزمالك بقى اللي هنكسب كده يا رب نكسب يا رب بالتوفيق ان شاء الله، الله اكبر ان شاء الله هنكسب باذن الله، يلا الله اكبر. دفع الجمهور، هو دي كوره؟ دي كوره فريق هينافس على السوبر الافريقي والدوري والكاس، ولو دخلنا بطوله عربيه والكونفدراليه دي فرقه هتنافس مع مدير فني ومع مجلس زي ده؟ قولوا لي بس ان كان غلطان، والله يا رب بغلطان. دي كوره؟ ده مجلس بيخطط؟ مستحيل طبعا. فريق بدأ فتره الاعداد مع مدرب جاهل، هجيب له صفقات عشان يمرنها ويعمل خطه عشان خاطر الموسم الجديد؟ انتوا عمركم شفتوا كده يا جماعه؟ عمركم شفتوا الماتش بدأ وبعد كده اللعيب ينزل؟ هو كده الماتش بدأ خلاص، فتره الاعداد بدأت مفيش لعيبه، واللعيبه كلها نزلت مع فرقها السوبر. زي ما قلت انت جايب فرز تاني وتالت ورابع وخامس، يعني احنا داخلين على ايام سودة يا عم. ما تسوداش بقى يا عم اسامه بقى، انت مقرف بجد، انت اتغيرت قوي كده يا اسامه؟ انت اتغيرت فين يا جماعه؟ قولوا لي اللي انا قلته غلط، اللي انا قلته غلط. اعتذرك على ماتش النادي الاهلي ليه؟ تغريب قست كهرباء ليه؟ ما بتردش على الرئيس السابق ليه؟ انا رديت عليه ليه؟ خايف من ايه؟ فين الصفقات والوعود؟ ليه كميه الكذب والتضليل دي كلها؟ مين المستفيد من ده كله؟ ليه تدمير نادي الزمالك بالشكل ده؟ من 2019 لغايه دلوقتي عاملين نضمه في نادي الزمالك ليه؟ بدايه من مصطفى محمد وفرجاني ساسي والناس دي لغايه وقتنا هذا، عاملين لغايه زيزو ليه؟ وفرحانين بزيزو قوي ليه كده؟ زيزو عملنا عشان الناس فرحانه ليه؟ اللي هو قعد بتويتر كتب ايوه انا استفدت ايه نادي الزمالك؟ مضى؟ لا. جدد؟ لا. في وعود من مجلس ليه وقعدوا واتفق على كل حاجه وبعد ماتش السوبر هيمضي وهيجدد؟ لا. يعني ممكن بعد 3 شهور يبقى فري ما خدش 300 مليون اللي كنت تاخده؟ طبعا. امال انت بتضحك ليه يا عم اسامه؟ بضحك عليكم انتوا، بتضحكوا على نفسكم والجماهير، فرحانين بالتوتال نزلها زيزو ان هو انا مكمل وحبنا وعشقنا النادي. ايوه ماشي، الشعارات دي مالها؟ انا عايز عقد ممضي كده زيزو 4 سنين في نادي الزمالك او 300 مليون بيعه، ما انا مش مستفاد باي حاجه دلوقتي، ولا هبيعه ولا هيجدد. مين المستفيد؟ زيزو. ليه؟ هيجي بعد شهر او شهرين 3 شهور هيبقى فري، يبتدي بقى المجلس ده يخبط تاني، يخبطوا في بعض، ده يسلم ده وده يسلم ده، ده يسلم ده وده يسلم ده، وجمهور الزمالك منك لا زيزو، يا اخي جدد يا اخي شاطر النادي، والمجلس والناس مع المجلس، يا اخي جدد زيزو، نخبط في بعض احنا ولا نضرب في بعض. هو ده مجلس اداره نادي الزمالك الغير امين على نادي الزمالك وجماهيره. اشوفكم على خير وربنا يستر.